دكتورة، احنا ببداية حديثنا نتحدث عن الأسباب، وبالنسبة لهذا الموضوع صراحة هسه اكو كلش حملات توعوية، وما شاء الله عليكم الأطباء المختصين بهذا الأمر ما مقصرين نهائيا، وحتى المشاهير بالنسبة للعرب وأيضا العراقيين ماشيين الأمور ودا يسوون هذه الحملات التوعوية الحلوة. طيب خلينا اليوم نتحدث عن الشخصيات وأيضا منو اللي من الممكن أن ينصابون بهذا المرض تحديدا سرطان الثدي، هم الاكثر عرضه. هواي نسمع اشاعات انه الموضوع عامل نفسي، بعض الفتيات بسن ال 35 ال 40 ممكن ان تكون عرضه للكانسر لانه عندها ازمه نفسيه، هل هذا اليوم صحيح ام خرافه؟ لا، هذا هو لحد الان ما يعني خلينا ندردش بهذا الموضوع. نعم، شيء علمي. احنا كاطباء نحكي شيء علمي بالضبط. يعني هو ما مثبت علميا انه الحاله النفسيه هي سبب لسرطان الثدي. نعم. كليتنا كنساء احنا معرضين للاصابه. طيب. ولهذا السبب هو الكشف المبكر من يعني كل النساء من عمر الأربعين وفوق هي لازم تعمل هذا الفحص، فحص الماموغرام. نعم. حتى تتاكد انه ما عندها شيء، او حتى لو احنا معرضين اكثر. دكتوره شوفي، هو سرطان الثدي بصوره عامه هو الاكثر شيوعا، سواء كان يعني بالعراق دوليا او عالميا. نعم. معظم اني هسه هاي الاسباب اللي ذكرتها بالبدايه هاي تزيد لنا من خطر الاصابه، بس هو اكثر من 70% من الاسباب هي غير معلومه، يعني ممكن اي واحد يصاب. امر طبيعي جدا. امر اي يعني ممكن يعني بالضبط. فالموضوع هو اهميته وين تكمن، انه احنا اذا قدرنا بالبدايه نشوف المرض نلقفه، احنا هاي المريضه راح نضمن لها شفاء. ممكن تتجنب الاستئصال الكلي. نعم. وممكن تتجنب حتى العلاج الكيميائي اذا كان بالبدايه ونوع الورم مالته نوع هرموني. فانت اذا تتخيلين انه ايش قد اشياء ممكن انت تقدميها كل ما كان الفحص اسرع كل ما كان أفضل.